أهلا بكم أعزائي المشاهدين من سي بي سي بنا، معكم شاف طارق من بنا فود. اليوم حنقدم لكم بيج ماك خضروات تسمى بالزيتون، وعندنا عندنا تشيز تسمى تشيز برجر نخدموه بالبقايا تاع الدجاج اللي قاعد عندنا، دجاج مقلي اللي عندنا مقلي ولا فيون داشي، اي حاجه اللي تقعد لكم انتم تقدروا تخدموه بها. وعندنا هذا البيج ماك تاع الخضروات نخدموه هكذا. شوفوا الخليط درتو سهل، تحبوا ديروا طوماطيش
شوفوا كيفاش. هذا هو شو اللي عندنا، همبرغر لا فيوند. بصح هذايا نخدموه كما نقولوا حنايا بالزيتون برك، حاجه فيجيتاريان كما يقولوا. دوك انا واش ندير، نعاود انا هادوما نديرهم في لابان اونغليز، ما ندير فارينا بيض لا شابلور ونقليهم وندير لهم ديكور تاعهم ان شاء الله، وبعد نقدمه لكم في صحن التقديم. عدنا كما وعدنا اعزائي المشاهدين مع البيج ماك تاع الزيتون تما اللي طيبناه، زيتون في لا شابلور. ها هو كيفاش. وعندنا تشيز برجر اللي خدمناه بالبقايا تاع بالملفوف والبقايا تاع الدجاج. ها هو كيفاش هنايا، شوفوا كيفاش. ها هو طيبناه باش تشوفوا كيفاش، زيتون حاجه روعه ما شاء الله. واش نقولكم، اللي ما ياكلش اللحم فيجيتاريان يقدر يخدمو شغل طابونات تاع الزيتون. واش نقولكم، حاجه سهله تقدروا تخدموها في الدار، ماشي لازم لكم اللحم باش تعرفوا بهدية. تقدروا تخدموا حاجه فيجيتاريان بالخضره، ما نعطيكم اون راستيس واحده اخرى، تبعوني. حاجه صغيره بركة، نحكم الزروديه نغليها، زروديه بروكولي اي حاجه نرابيهم، ندير لهم فرماج بصل كدايا باني اونغليز، نقليهم ونحطهم. هذا كاع يعطيك باش تجيكم حاجه سهله. كان معكم شيف طارق من بنا فود سي بي سي بنا. سلام.